السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من سلسلة إعراب القرآن الكريم. سنعرب اليوم إن شاء الله سورة الزلزلة، ابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا أداة شرط غير جازمة وهي ظرف لما يستقبل من الزمان. زلزلت، زلزلة فعل ماضي مبني للمجهول مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. الأرض نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. زلزالها، زلزال مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الواو حرف عطف، أخرج فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. الأرض فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أثقالها، أثقال مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وقال الإنسان ما لها، وقال الواو حرف عطف، قال فعل ماضي مبني على الفتح، الإنسان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، لها اللام حرف جر مبني على الفتح، والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر، وشبه الجملة في محل رفع خبر. يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ يوم ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، إذن مضاف إليه مجرور، تحدث فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة والفاعل ضمير مستتر تقديره هي. أخبارها، أخبار مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. بأن ربك أوحى لها، بأن الباء زائدة وهو حرف جر زائد للتوكيد، إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح. ربك، رب اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. أوحى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. والجملة الفعلية أوحى في محل رفع خبر إن، لها اللام حرف جر مبني على الفتح، والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يومئذ يوم ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، إذا مضاف إليه مجرور، يصدر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الناس فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أشتاتا حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ليروا اللام حرف تعليل مبني على الكسر. يروا فعل مضارع مبني للمجهول منصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. أعمالهم، أعمال مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، وهم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن الفاء حرف استئناف، من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، يعمل فعل مضارع وهو الشرط مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون،
والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. مثقال مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف. ذرة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. خيرا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يرى فعل مضارع مجزوم وهو جواب الشرط وعلامة جزمه حذف حرف العلة. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وجملة الشرط من الفعل والجواب في محل رفع خبر المبتدأ من. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن الواو حرف عطف مبني على الفتح، من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. يعمل فعل مضارع وهو فعل الشرط مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. مثقال مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف. ذرة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. شرا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يرى فعل مضارع مجزوم وهو جواب الشرط وعلامة جزمه حذف حرف العلة. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وجملة الشرط من الفعل والجواب في محل رفع خبر للمبتدأ من. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.